السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ويلكم تو ماي channel. ذيس از حفصه محمد الاسلام افيدس تو ايزي سوره الدهر 5 9 اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الابرار يشربون من كاس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم لا نريد منكم جزاء ولا شكورا بسم الله الرحمن الرحيم الأبرار يشربون من كأس إن الأبرار يشربون من كأس إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا كان مزاجها كافورا كان مزاجها كافورا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله عَيْنَي يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ عَيْنَي يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا يفجرون عيني يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوفون بالنذر ويخافون يوفون بالنذر ويخافون يَوْمَا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا ﴿يَوْمَا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا ﴿يَوْمَا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا ﴾ (يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه ويطعمون الطعام على حبه) ويطعمون الطعام على حبهم مسكينا ويتيما وأسيرا، مسكينا ويتيما وأسيرا، مسكينا ويتيما وأسيرا،, مسكينا ويتيما وأسيرا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله إنما نطعمكم لوجه الله إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا لا نريد منكم جزاء ولا شكورا لا نريد منكم جزاء ولا شكورا انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا بسم الله الرحمن الرحيم ان الابرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم لا نريد من الدكتور جزاء ولا شكورا